كان عندي لقاء مع تنسيقيه التنسيقيه الصحراويه لواد نون والساقيه الحمراء وواد الذهب. هذه التنسيقيه هي متضرره من الاجراءات القانونيه التي مست اراضيهم المتعلقه بالتحفيظ. من جانب فالمساطير ديال التحفيظ حفظت مجموعه من المساحات الكبيره بدون ان يعلموا هما هذه المسطره، يعني يقولون بانه لا نعرف كيف تمت هذه المسطره. هذه اولا. ثانيا، هناك ملفات تم التعرض على المطالب بشأنها، فتم البت فيها ضدهم ابتدائيا. هناك من لم يستأنفها، وهناك من لم يستأنفها، وهناك ملفات أخرى تم مواصلة التقاضي فيها حتى على مستوى محكمة النقد، وتم إنصافهم على مستوى محكمة النقد وإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف. كاينة مسائل أخرى كذلك تتعلق بكون أن العديد من الأشخاص المنتمين للخليج يسيطرون على مساحة شاسعة ويقولون بأن الدولة هي التي مكنتهم. هم لم يعرفوا ما هي الصيغة، هل هو كراء، هل هو أي نوع من تفويت، لا نعرفه. إذن هما كيحسوا بأنهم ظلموا من جراء دخول أشخاص أجانب عن الوطن. هم يرحبون بالمغاربة الآخرين الذين تم تمكينهم من العديد من القطع الأرضية ومن مشاريع هنا. يقول لك ماشي مشكل، هذو المغاربة ديالنا مرحبا بهم إلى آخره، ولكن الأجانب يسيطرون على مساحة شاسعة. هما من خلال الاستفسار ديالي لهم انهم ما داروش مثلا دعوة ديال انتزاع الحيازه ولا شي اجراءات معينه، وانا نصحتهم باش انهم يلتجؤوا للمحامين ديال المنطقه اللي غادي يكونوا كيصاحبوهم هنايا. وهما عبروا على انه ودي اش غيديروا المحامين، لان هناك اجراءات خفيه قويه لا يمكن للمحامي ان يواجهها. قلت لهم ودي انا بالعكس بانه راه كاينين محامين اسود اشاويس في الهيئه ديال الاكادير، والدليل هو انه راهم صاحبوا ملفات اخرى الى محكمه النقد وربحوها. وبالتالي فخص اي اجراء التجؤوا المحامون باش يلتجؤوا المحامين باش انهم اي واقعه هما اللي غادي يعرفوا يكيفوها. واش غيديروا يمشيوا للوكيل الملك؟ واش غادي يمشيوا للمحكمه الاداريه؟ واش غادي يمشيو للاستحقاق مع الاشخاص؟ المهم هما اللي غادي يعرفوا يكيفوا كل واقعه على حده. انا كنت جلست معهم بصفتي رئيس جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان، مع كذلك وفد اخر من الفرع ديالنا الجهوي، كما رئيس الفرع الجهوي ديال الصحراء ديال جمعيه الدفاع. هما عارفين مزيان الطبيعه ديال المكان، عاونوني شويه في المعطيات وفي المعلومات، بدمن ناخذ الوثائق وندرسهم شخصيا ونعطيهم انا مثلا الراي ديالي الحقوقي، وقلنا لهم ودي بان هادشي هذا ممكن يتحل على مستوى الملتمسات، توجه المجلس الوطني لحقوق الانسان، ممكن توجه وزارة الداخليه، لان ربما واحد الجزء من الاراضي تحت الوصايه ديال الداخليه على ما اللي فهمت، ولكن تنشوف الوثائق عاد بالضبط غنعرف شنو كاين. وتيقول لك اودي حنا ما عارفينش حتى الطبيعه دابا القانونيه ديال الارض شنو. ما كيبغيوش يسلموا لنا السلطات الاداريه اي وثيقه او شهاده، حنا متواجدين مئات السنين بعائلتنا الى اخره، وعندنا وثائق، كاين اللي عنده وثائق كاين اللي ما عندوش. وبالتالي يعني الملف خصو مجهود، خصو وقت كبير باش انه نعرفوا كحقوقيين بالضبط الطبيعه ديال الاختلالات الحقوقيه اللي كاينه، باش نعرفوا فين غنتوجهوا. وقلت لهم واحد الحاجه، قلت
ثم راه نفس تقريبا هاد المشاكل كاينه في جهه الشرق الجنوب الشرقي بحال ورزازات بحال جهه طاطا وصلتنا ملفات بحال بنوعده وحتى في الشمال عندنا الشمال كاينه مشاكل بهاد النوعده. والقضاء الاداري انصف بعد 30 سنه 40 سنه ديال الاخطاء الاداريه على صعيد الوزارات كاع وهذوك كاينه اراضي اللي تملكتهم الاملاك المخزنيه. ومع ذلك المحكمه الاداريه ديال الرباط نصفات الناس وغادي نجيبوا دوك الاحكام اللي يمكن كذلك تكون مرشد قانوني باش اننا نحلوا المشكل. كذلك هما دخلوا في واحد القضيه زوينه وانهم كيديروا عريضه باش يتقدموا بهذه العريضه هذه للبرلمان وما كيجمعوا التوقيعات باش انهم يمارسوا كذلك هذا الحق الدستوري قانون العرائض. وقتو مزيان حتى هذه المساله هذه ولقيتهم يعني عندهم واحد احتقان لدرجه انهم تيقول لك اودي راه شي كيهد الاستقرار. قلتلهم الشيء هذا ما وصلش حتى لهذا الاحتقان. هذا شيء ساهل ممكن يتحل بالصبر وبالمساطير وبالمحامين كذلك. وان شاء الله غنقدموا يعني المجهود ديالنا الوطني الحقوقي لهاد الناس هادو. كذلك لقيت هاد الملف هذا عاوتاني عنده طبيعه اخرى. هذا الخرق هذا اللي كيعيشوه هاد الشباب هو جاي من لوبي ديال الصيد في اعالي البحار والاجراءات المتخذه على صعيد وزاره الصيد البحري. هذه هي اللي خلقها المشاكل. وهناك حسب ما يقولون ان هناك تاثير ديال هذه اللوبيات على مستوى القرار الاداري الذي يصدر من وزاره الصيد البحري. تقول لك اودي بان الخيرات مسيطره عليها هذا اللوبي اللي هو صغير في العدد وتينهب الثروه السمكيه. وحنايا شباب اصحاب القوارب المعيشيه ديال الصيد التقليدي منعونا وحرمونا وكاين اللي تيعطيو الترخيص بشكل ملتوي وبالتالي فحنا عينا ان الناس دايرين اضراب عن الطعام ودايرين اعتصام في الفرقونيطات وتقريبا واحد اكثر من 20 فرقونيطه اللي تمايا وفي الليل راه كانوا العائلات ديالهم كذلك معتصمين. كل كيقول لك اودي انا رانا عليا خمس شهور ديال الكرا ما بقيتش كنقدر نجيب لولادي ما ياكلوا عفوا ما لقيتش باش نخلص الكرا وراني مهدد باش غادي نخوي ما لقيتش جال الدخول المدرسي ما لقيتش باش نشري الحوايج لولادي للمدرسه. يعني تيقول لك ما يمكنش احنا راه وطنيين. تيقول احنا وطنيين علاش كيتعاملوا معنا بهكذايا؟ انتوما ما كيفهموش. قال لك اتصلنا مع السلطات اللي هنايا سواء السلطات ديال العماله التابعه للداخليه باش يحلوا المشكل. قال لك اما الاخرين ديال الصيد البحري ما تيهضروش معنا ما مسوقين لناش نهائيا وبالتالي فهما كذلك تيعيشوا مشكل اجتماعي. هذو كيعيشوا مشكل اجتماعي خصو يتحل في اقرب وقت من طرف ما عرفتش شكون غيهضر مع هاد وزاره الصيد البحري ولكن خصهم يمشيوا يلتجؤوا كذلك المجلس الوطني لحقوق الانسان والهيئات الحقوقيه نتعاونوا كاملين باش انه نلقاو جهه عليا اللي غادي تاثر على القرار الاداري ديال وزاره الصيد البحري لانه حنا تنعرفوا دوك الجشعين ما تيعقلوا حتى على شي واحد ما كي هما ما يفكروش الاستقرار للبلاد ما يفكروش الاطفال ديالنا الاطفال اللي والمدرسه وما يفكروش السكن تيفكروا غير الفلوس ديالهم هما والمشاريع ديالهم وما كيعقلوا حتى على شي واحد وبالتالي خص شي واحد اللي غادي يعقلهم ويوقفهم على الحقائق اللي هي لا تصلح لاحد في هذه البلاد ولا التنميه هي الطريق الصحيح.